اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم الصورة دي سيادتك بتاعت أبو جهل اللي كان قيادي في جماعة التحرير. مش ده اللي مات في الانفجار اللي كان في سينا من 4 سنين؟ المفروض، بس واضح من الصورة الأخيرة إن الوش فيه تشوه، جايز يكون ما ماتش فعلا، اتصاب بس. غريبة. وهتكمل إزاي؟ هعمل زي ما سيادتك قلت. هنشوف الناس بتوعنا ونجمع معلوماتنا. وبالنسبة للسلاح أنا دبرت ميعاد مع أبو لبيب، إن شاء الله يوصلنا الحاجة. Thank you.
بصفتي رئيس الحزب أحب أبلغ سيادتك بالنيابة عن جميع الأعضاء تمنياتنا بالشفاء العاجل للسيد الرئيس، وبندعو الله عز وجل ونحمده ونشكر فضله إنه نجاه من المؤامرة الدنيئة اللي تعرض ليها بل وتعرضت ليها البلد بحالها. وفي نفس الوقت أحب أعبر لك عن مدى اعتزازنا وافتخارنا بكل اللي حضرتك عملتيه لينا، فشكرا. أنا المتشكرة قوي يا أستاذ عبد الجليل على المشاعر العظيمة ديت، بس مش معقولة برضو إن أعمل كل حاجة لوحدي. الحزب لازم يساعد شوية يا أساتذة. من الواضح إن إحنا بنتعرض لمؤامرة ومش عايزين أي حد يستغل اللي حصل ده ويستصل ماء العكرة. عارفين ده هيحصل إيه في الآخر؟ هيتشكك في النظام كله. طيب حضرتك وجهينا قولي لنا نعمل إيه؟ نقوم بحملة إعلامية. حملة إعلامية حتى لو كانت غير مباشرة يا سيادة الوزير. نساند الرئيس والحكومة اللي انتوا جزء منها. مش لازم دايما نبقى رد فعل، لازم دايما نسبق بخطوة زي ما أنا بعمل. لكن لو كل واحد فينا قعد وحط إيده على خده وقعد يتمنى الشفاء العاجل لسيادة الرئيس، يبقى احنا كلنا هنخسر كل حاجة. وده بقى اللي أنا ما عنديش استعداد إنه يحصل لي. ما عنديش استعداد أخسر بسببكم أو إن أنا أتحمل أخطاء غيري. جالي دلوقتي من الكنترول روم خبر غريب، في الحقيقة هو انفراد. زي ما انتوا شايفين دي صورة السيد الرئيس وهو على فراش المرض. الصورة دي حصرية للقناة بتاعتنا، وافتكر انها بتنفي كل الكلام اللي روجته مؤسسة الرئاسة من امبارح. زي ما انتوا شايفين سيادة الرئيس واضح جدا علامات التعب والإجهاد. وأنا من هنا وبالنيابة عن العاملين في كل قناة بنتمنى له الشفاء العاجل. ايه اللي حصل ده؟ يا هانم انا مش عايز سعادتك تقلقي خالص. الحاجات دي اتعاملنا معاها كتير قبل كده. الصوره هتختفي تماما وباسرع ممكن. المشكله مش في الصوره دلوقتي يا سياده اللواء، المشكله في الاختراق اللي حصل. هحل كل حاجه. سيب المواضيع دي عليا. وبالنسبه للموضوع التاني اللي هو ايه؟ احنا دلوقتي داخلين على رابع يوم ومفيش اي نتيجه يا سياده اللواء. لازم نعرف مين اللي ورا محاوله الاغتيال. انا نفسي لازم اعرف. واحنا مش ساكتين، الجهاز كله مقلوب، وانا قلت لسيادتك من البدايه اني انا المسؤول. ايوه، وايه النتيجه؟ عايزه حاجه اقدمها للناس، الشارع بيغلي. انا اسفه يا سياده اللواء، بس اللي بيحصل ده فوق الاحتمال. يا هانم احنا مش عايزين نستعجل. التسرع في المواضيع اللي زي دي بيدي نتائج عكسيه. انا كل اللي بطلبه من سعادتك انك تهدي. قريب قوي هتسمعي اخبار كويسه. ماشي يا سياده اللواء، انا متشكره قوي. هتفضلي قاعدة كده كتير؟ بقولكي ايه؟ ما تقومي تيجي معايا المسرح. ماليش مزاج. أما ليكي مزاج لإيه؟ للكآبة والبوز؟ بقولك أنا مش ناقصاكي. كفاية القرف اللي أنا فيه. خلاص بقى يا مريومة بقى. خلاص مفيش حاجة بترجع، اللي حصل حصل. لو اللي في دماغي حصل هرجع زي الأول وأحسن كمان. بس أول خطوة تحصل. طب يا أختي بقى بشوقك، لحسن أنا ورايا 100 حاجة ومتأخرة. باي باي. انت ازاي تطردها من غير ما ترجع لي في قرار زي ده؟ سو البنت غلطت ولازم تتحمل نتيجه اخطائها. البنت ما غلطتش دي كانت بتحاول تعمل لك حفله ما حصلتش. ايه كانت تتحكم في الارصاد والجو. المهم النتيجه اللي احنا وصلنا لها، الحفله باظت والدنيا اتفركتش. انت مش شفتهاش كانت بتعمل ايه من الصبح؟ يا هاشم احنا محتاجين لها. وبعدين بصراحه انا ما شفتش حد متحمس للشغل معانا قدها. دي واثقة جدا من نجاحك أكتر منك أنت شخصيا. ايه عارفة ايه؟ بتقرا الفنجان. هاشم أنا بكلمك علشان أنا بصراحة هروح أكلمها ترجع.
ايه ده؟ انت بتتحديني؟ حبيبي العلاقة ما بيننا عمرها ما كانت فيها تحدي، احنا بنكمل بعض، بس في قرارات انت تتخذها وقرارات انا. خلاص 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 يا سمية، اعملي اللي انت عاوزاه، المهم ابعديها عني خالص. يا حبيبي انت عمرك ما كنت عصبي كده. هاشم اللي انا عارفاه دايما بيفكر كويس قبل ما يتخذ اي قرار. منا منا ايه يا حبيبي؟ انا نازل رايح اجتماع الحزب، انا كنت بس عايز اتكلم معاك في حكايه الصوره، ما لحقتش اتكلم معاك امبارح. مفيش حكايه ولا حاجه يا بابا، هما بس كبروا المواضيع وافوروها. افوروها ازاي يعني؟ انا قابلت عمر بالصدفه وكان نفسي قوي ان انا اخد لفه بالموتوسيكل وطلبت منه ده، ما كانش قصدنا حاجه، عادي يعني. ايه الغلط في كده؟ الغلط في كده ان انت بنت مرشح لرئاسه الجمهوريه، وليه مش عادي ان انت تخرجي مع شاب غريب وتعملي اللي انت عملتيه ده؟ اذا كان مش فارق معاكوا اي حاجه في البيت ده فقولوا لي، انا راضي العصور تتهمني، مش عاوز اي حاجه تهزها، مفهوم؟ والله ليكي وحشة يا نوجة. منورة يا أستاذ. ربنا يرزقكم. تعالي يا كارولين اتفضلي. إيه ده؟ أنت عندك ضيوف؟ أنا بقول لك تحضري المعدبة دي لأمي. أنا عارفة بقى. ماما يا كارولين. وده واحد معاها ما أعرفوش. بس أنا أعرفه كويس يا عم رجب. واحد يعرفني يا كارولين. تصدق ان انت فيك شبه قصار يا كارولين، شوية تتعارف وتبادل تليفونات دلوقتي، روحي بتعلي بعدين خدي الاطباق. ها بعدين يا كارولين، بعدين يا كارولين، مش شايفاني غيرت الاغنية فكروني؟ سمعك يا جارتك. طب بس ما تزقش الله. الحمد لله على السلامة يا حاجة. مين دي يا واد يا راجا؟ تجارة يا ماما، أرملة وحدانية وعينيها حلوة، وانت عارفاني بقى احنا عايزين طول عمري، والعلاقة ما بيننا قايمة على تبادل المنفعة. انت بتشتغل ايه يا عم رجب؟ على باب الله، يومين شغل وعشرة لا. يعني زينا كده في السياحة ولا ايه؟ وانت مالك؟ انت بتسأل كتير ليه؟ يا نوجة، انت جايبة معاكي ظابط مباحث؟ هو كده الواد ده لتات. يا نوجة، هو انا جيتها هنا ولا جدع ومفيش منه اتنين. باين عليه. ازيك يا نوجة؟ ازي العيال؟ ما هو ده اللي انا جاي لك عشانه يا ابن نوجه. ايه، حد جراله حاجه؟ وهو لو حد جراله حاجه هاجي لك انت. امال في ايه؟ بنتك مريم. مريم؟ هلا تتجوز تاني وعايزاني احضر فرحها؟ البنت طالعالك بس محتاجه حد يفرملها شويه. وانا بقى اللي هفرملها؟ محدش هيقدر عليها غيرك. لا مالي، انا بالنسبه لهم ميت من زمان. مفيش واحدة فيهم جد سألت عليا وقالت أنا فين. أنا لما أقول لك لازم تتصرف، لازم تعرف إن مفيش حل تاني. كلك لقمة، وبعدين هحكي لك على كل حاجة. يلا مريم، أنا عارفة كويس إنك كنت بتحاولي تعملي حفلة كويسة، وإن اللي حصل ده مش بإيدك، بس أنت برضو كمان لازم تعذري هاشم. اللي عمله ده برضو ما كانش بإيده، لحظة غضب يا حبيبتي، شوية عصبية وخلاص. طب أضمن منين إن هو مش هيعمل فيها كده تاني؟ خصوصا إن أنا كنت عايزة أخدم مش أكتر، ما كانش ليا أي ذنب في اللي حصل. والهانم اعتذرت لك بنفسها، أظن كده أنف كفاية ولا إيه؟ يا ستي هاشم عارف غلطته كويس قوي، وفوضني أجي أخلص الموضوع. انتي عارفة ان هو مضغوط اليومين دول وعصبي، عصبي جدا، انما والله ما عنده اي حاجة ضدك. زي ما بقولك اللي حصل ده شوية نرفزة عصبية تنشنة وخلاص. وانا يا ستي جايه لي اعتذر لك بنفسي، عايزاكي ترجعي تشتغل.
معززة مكرمة. انت عايزاني افكرك ان انا اللي خليتك تشتغلي معايا مش هاشم؟ يعني انت مسؤولة مني انا مش من هاشم؟ اعتبر ان اللي حصل ده ما حصلش خالص. مريم انا محتاجة لك. يا فندم واحنا عينينا لحضرتك طبعا. الهانم عداها العيب؟ قلتي ايه؟ محتاجة افكر. طيب طيب يا استاذ بس اسيبك انا. شرفت يا فندم. اتجننت ولا ايه؟ انا مش فاهم انت عايزه ايه؟ انت فاكرني عايزه اشتغل مع سميه؟ تلميذ اظن. انا عارف ان هدفك هاشم. وهاشم هو اللي طردني يبقى هو اللي لازم يرجعني. الله. انت عايزه يجي يعتذر لك بنفسه؟ انت فاكرني عبيط عشان افكر في كده؟ لا طبعا. لكن لما ارجع الشغل ارجع على شغل مع هاشم مش شغل مع سميه. اقعد بقى اوضف في اوراق والجامعه والمواعيد لا لحد كده وانا هنكت مش فاهم. بكره تفهم. يا طنط يا طنط خليكي قاعده يومين ثلاثه كمان. ايه المشكله؟ ليه هو الدكتور مش قال ان انا ممكن اروح؟ خلاص بقى خلينا نروح احسن. بيني وبينك المستشفيات دي بتجيب عيا على عيا. يا طنط انت لسه شكلك تعبان. لا خالص يا حبيبتي والله ما انا تعبان الا اذا كنتوا بقى مش عاوزين تاخدوني معاكم البيت. لا الموضوع مش كده خالص. ايه الكلام ده؟ بيني وبينكم انا اصلي نويت اقعد شويه عشان اجيب البت مريم معايا. ايوه انا عايزك تقعدي على قد ما تقدري على الاقل تحميني من الجنان ده. طبعا الف سلامه عليكي بس لولا اللي حصل ده كان زماننا مطلعين. هو انت فاكر ايه؟ ده انا نسيت خلاص. شفتي؟ اهو الجنان رجع تاني. يا طنط والنبي فهميها فهميها ان انا عمري ما حبيت حد غيرها. طب والله يا بنت عمره ما حب حد غيرك. اه والله. خلاص نسيتيني يعني يا ماما؟ ما بقاش عندك غير مريم؟ مش خايفه يعني على اختها الصغيره؟ يا بنت هو انا عندي اغلى منك؟ مريم مين وبتاع مين؟ ايوه اختي كلفتيني كلفتيني. بقول لك ايه؟ هي جدتك فين؟ مش باينه. مش عارفه والله يا ماما، من ساعه ما مشيت مع جمال امبارح مش عارفه هي فين. حتى كلمتها على موبايل جمال، قالت لي انا في مشوار وهرجع لوحدي. انت عارفه بقى نوجا. طب يلا ساعديني. ساعدي تعالي انا ساعدك. انا مدام سميه جات لي. تفتكر يعني حاجه زي دي مش هبقى عارفها ولا ايه؟ لا طبعا مفيش حاجه تستخبى عليك يا ريس. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ ان سميه رجعتك؟ عايز ارجع برضاك انت. لا انت مالكيش دعوه بيا، انت شغلك مع سميه وبس. بس انا عايز اشتغل معاك انت يا ريس. لا انت ايه؟ انت اقتحمت حياتنا كده ليه؟ فجأة الاقيكي وصينا في البيت وبتشتغلي ودلوقتي الاقيكي مقتحمة عليا مكان عملي، أنت عايزة إيه مني بالظبط؟ أصل أنا بحب المفاجآت. أنا ما بهزرش، أنا بتكلم بجد. إيه اللي يخليني أثق في واحدة زيك؟ وإيه اللي يخليكي واثقة قوي إن أنا هثق فيكي؟ عشان أنا أكتر واحدة واثقة إنك هتبقى الرئيس. زي ما أنا واثقة بالظبط إن هيبقى ليا دور مهم جدا في ده. تبع قراية الفنجان والكوتشينة برضو؟ هو كل صراحة بينفذ على بعضه. أنا محتاجة فرصة تانية. فرصة تانية والله العظيم حسبت لك إن أنا أكتر واحدة ممكن تعتمد عليها. طب و سمية؟ حتى مشكلتك مع مدام سمية أنا ممكن أحلها لك. هي أصلها لحد دلوقتي لسه ما خدتش القرار. أنا بقى ممكن أساعدها إنها تاخد القرار. يعني أخليها تسيب الجامعة وتمضي بقى لسيادتك. بصي أنا
انا ما تعودتش ان احكم على اي حد من اول تجربه، وده اللي انا عملته معاكي بسبب الضغط، الضغط اللي عليا والظروف اللي انا فيها. بس انا هعمل اللي دايما انا متعود عليه. هديكي فرصه تانيه. انا متشكره قوي يا ريس، والله العظيم المره دي هتلاقيني حاجه تانيه خالص، شعله نشاط. طيب تحب اوصلك لاي حته عاوزه تروحي؟ انا طريقي نفس طريقك. انت عرفت منين انا رايح فين؟ احساسي انا. واثقه واثقه قوي. اتفضلي. انا اسف يا ماجي على كل اللي حصل مني، انا عارف اني غلطت في حقك كتير. لا يا سامح، انت ما غلطتش، انت خنت. يمكن ده عادي بالنسبه لك بس مش بالنسبه لي، عمري ما هسامحك. نزوه نزوه يا ماجي، واوعدك اني مش هعمل كده تاني. كويس عشانك برضو الحاجات دي تجيب امراض، لازم تخاف على نفسك. كلامك انت هتسوقي فيها ليه؟ لا انت ما تستهبلش، انت عارف كويس قوي انا رجعت ليه، عشان الست الطيبه اللي قاعده بره دي. اوعدك اول ما طنط تبقى احسن وتقوم بالسلامه هبتدي امشي في اجراءات الطلاق. يا بنت السلعة، عرفت تلف الراجل والولاية على طرف صباعك. صباعي الصغير وحياتي، كنت لازم اقصر بقى الطريق، انا عايزه اشتغل معاه هو مش هي. وقال انا اللي بقول على نفسي لفه ودايره وصايعه، ده انا ماليش ايه؟ تلميذه جنبك. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ ما انت طول النهار رايحه المسرح، جايه من المسرح، لابسه مش عارفه ايه. جرى ايه يا مريم؟ انت فاكره ايه؟ فاكراني صايعه بجد يعني عشان بروح المسرح بقابل فنانين؟ انت زعلتي ولا ايه؟ انا كنت بهزر معاكي على فكره يا جنى. أنا كنت بعلي عليك على شكرا يا مريم. بس بقول لك ايه؟ بما انك يعني قريبه من سامح وبتشوفي هاشم، ما فكرتيش ولا مره تشتغلي معاه في الحمله دي؟ صدقي ما جاش على بالي الموضوع ده خالص. كنت تقولي بنت كده كان قلبي حاسس ان انت هتيجي تشفطي الراجل، تخشي كده على المونديال ترمحي لوحدك فيه، قلت اديكي فرصتك. والله كتر خيرك. وصلت لايه يا ست لوا؟ واضح يا فندم ان الصوره دي اتصورت بموبايل، وده معناه ان الاختراق الامني مش بسيط. ومين بقى السبب في ده؟ مسؤوليتنا كلنا يا فندم. يعني الكاميرات دي كلها مش هنعرف منها مين اللي صور الصوره؟ بصراحه يا فندم مش قادرين نحدد مين المسؤول، اللقطات اللي عندنا مش موضحه اي حاجه. معنى كلامك ان احنا مش هنعرف مين اللي عمل كده؟ يا فندم احنا بنراجع الاسماء والورديات بالكامل، وبنحاول مع الفنيين ان احنا نعرف وقت التقاط الصوره بالظبط علشان نقدر نعرف مين المسؤول وده حصل في انهي ورديه بالظبط. ده هياخد وقت قد ايه؟ اقل من 24 ساعه، الموضوع ده هيكون منتهي يا فندم. شكرا يا ست لوا. شكرا. أنا مش لاقية بهبط، وعايزة حد ينظم لي اجتماع مع كل القوى السياسية اللي موجودة على الأرض فعلا. وحضرتك هتجتمع بيهم هنا؟ مين اللي قال إن أنا هجتمع بيهم هنا؟ عشان كده أنا عايزة بهبط، هو الوحيد اللي بيفهمني من غير ما أتكلم. أنا هجتمع بيهم هناك في الحزب بصفتي نائب رئيس الحزب. هنسق معاهم في الحزب يطول الموضوع ده. وحضرتك هتدعي فريد حسان؟ أنت بتتكلمي كتير ليه؟ يا ريت أشوف شغلك. حاضر يا فندم، بإذن حضرتك. احنا مش قلنا تخف البتاع ده شوية؟ اخبار صورة ابوكي ايه؟ اتشالت طبعا. احنا لسه عايشين في دولة قوية برضه.
احنا هنروح لماما امتى؟ مش عارف. بتكلمي معاها منى. ولا تيجي تقعد معانا هي. بدل ما هي قاعدة لوحدها واحنا قاعدين لوحدنا كده. رامي انت ما بقتش صغير. فكر في الموضوع من وجهة نظرها هي. من وجهة نظر ست مدبوحة. كرامتها مش هتسمح لها ترجع البيت ده تاني. كل حاجة فيه بتفكرها بجرحها. بالراجل اللي باع عشرة السنين وساب عياله بقى مع واحدة تانية. أيوة منى. بس خلاص. البيت ده ما بقاش بيت أبوكي. أبوكي بقى بيته هناك في القصر. ما أعتقدش برضو ده ممكن يغير وجهة نظرها. طبعا طبعا. يا سادة يا سادة من فضلكم، احنا جايين النهاردة هنا عشان نتفاهم مش عشان نتخانق ونتبادل الاتهامات. يا فندم في حالة بلبلة في الشارع بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على القصر، خصوصا بعد ما الصور انتشرت امبارح. منين تعتيم إعلامي ومنين الصور انتشرت؟ ازاي بتجمع الكلمتين في جملة واحدة؟ مش قادرة أفهم. يعني سيادتك بتأكدي صحة الصور دي؟ أيوة طبعا صحيحة، بس دي كانت في أول يوم لحادثة الريس. الوضع دلوقتي مختلف تماما. يبقى لازم سيادة الرئيس يطلع بنفسه للإعلام عشان تنتهي حالة الزهر اللي في الشارع. أنا شايفة إن حالة الزهر دي السبب فيها الإعلام. إعلام؟ أنهي إعلام اللي حضرتك بتتكلمي عليه بالظبط؟ الإعلام المتواطئ على مؤسسة الرئاسة يا سيادة الوزير. أنا شايفة إن الدولة ماشية دلوقتي بشكل طبيعي، بالذات إن إحنا رفضنا حالة الطوارئ وحظر التجوال زي ما أشار علينا البعض وتحملنا كلنا المسؤولية. أما بالنسبة لحالة الرئيس، فترة النقاهة اللي هو فيها دلوقتي فترة صعبة وحرجة جدا، أي ظهور إعلامي ليه هيعرضه للخطر. طب على الأقل وفد مننا يروح يزور سيادة الرئيس بتغطية إعلامية ونعرف حالته بالظبط عشان نقدر نفهم الناس. أنا شايفة إن حاجة زي دي بقى يحددها الدكتور رياض وهو للأسف مش موجود معانا النهاردة. هنشوف هنعمل إيه يا سيادة الوزير بإذن الله. اللي أنا متأكدة منه إن كل الموجودين هنا تهمهم المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر، لأن إحنا كلنا في مركب واحدة. عمرنا عمرنا يا مدام ما كنا في مركب واحدة، بدليل استبعاد معظم الموجودين هنا من تشكيل الحكومة. عشان كده لازم نحط إيدينا في إيدين بعض عشان المركب توصل بينا لبر الأمان بدل ما نغرق كلنا. أنا زمان كنت بحب أقرأ الجرايد جداً، خصوصا صفحتين الفضائح والحوادث، دايما الاثنين بيوصلوا على بعض على فكره يا سياده الوزير. وقبل ما اجي النهارده طلبت تقارير عن الناس اللي هقابلهم، واول ما ابتديت اقرا فيهم الصراحه اتخضيت. لقيت نفس اللي بقراه في صفحه الفضائح، وتخيلت كده شويه لو ده اتسرب على النت او لاي برنامج فضائي. ده نوع بقى من انواع الاهانه ولا تهديد شيك؟ الملفات دي لو جزء بسيط اتسرب منها معظمكم هيتنقل من صفحة الفضايح لصفحة الحوادث. يبقى تهديد. أنا لو عايزة أهدد هبتدي بالكلام عن الشقق المفروشة المتنطورة في كل البلد واللي معظمها متصور صوت وصورة. لو عايزة أهدد يا دكتور هتكلم عن الحسابات السرية اللي موجودة في كوبنهاجن وجنيفا. بلاش، هتكلم عن الحسابات السريه اللي موجوده في ماليزيا. لا 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 معلش معلش يا هاني، الكلام ده مكانه مش هنا. لو حضرتك عندك اي حاجه اتفضلي قدميها لسياده النائب العام. والله ده مش هدفي ولا غرضي. انا من الاول قلت ان احنا كلنا في مركب واحده، والفضايح اللي انا عرفتها دي كفيله بانها تعمل مليون خرم في المركب، وده اللي مش هسمح بيه ابدا سواء من جوانا او من برانا. ما اعتقدش ان استقرار البلد وهدوء الشارع ممكن نختلف عليه، وده اللي انا بطالب بيه النهارده، انكم تعملوا شويه جهد تنزلوا اولادكم واحزابكم الشارع تهدي الناس. عايزه الناس ترجع زي زمان قاعدين في البيت بيتفرجوا على التلفزيون، ينزلوا شغلهم، العجله تدور من التاني. لو في اي حد عنده اعتراض على كلامي يا ريت يقول لي. اجتماعنا كده النهارده انتهى، متشكره جدا. اتفضل.
أنا كنت متوقع قبل ما أجي إن في مذبحة أنا هتحصل، بس الحقيقة يعني ما كنتش متوقع أبداً إن الملاية تتفرش بالشكل ده. معلش يا دكتور، الحالات اللي إحنا فيها دي كل أساليب مشروعة. إحنا مش في حرب. ألعب لما ألاقي ناس بتحاول تخرب في استقرار البلد لمجرد إن خيالها المريض بيوحلها إنها ممكن تنط على الكرسي، لازم أعمل كده حتى لو ما كانش سال دم لحد دلوقتي. أولاً لهجة التهديد دي ما تنفعش معايا، ثانياً أنا دماغي ما عليهاش بطحة علشان أداريها أو أخاف منها، ثالثاً أنا ما رضيتش أرد عليك الرد المناسب لأن إحنا بينا حاجات كتير قوي يا مدام، إحنا برضو مهما كان عيلة. حتى لو عيلتي كلها حاولت تاخد حاجة مني ما حدش هيعرف يرحمهم من تحت إيدي، وحقيقي حقيقي أنا مش بهدد لأن القادر ما بيهددش. عن إذنك. في ماضي لازم يتنسي ويتنسي.